الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الماضي أخذنا حكم من أحكام لام ال، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحكم الأول الإظهار. قلنا إذا جاء هذه الحروف وهي ابغ حجك وخف عقيمه، يعني الهمزة والباء والغين والخاء بعد اللام يعتبر ماذا؟ يعتبر ينطق اللام، ولكن إذا أزيلت لام، إذا أزيلت اللام لا تغير المعنى، مثل المحسنين محسنين. هذه يسمى لام ال، وهي تسمى القمرية، لام القمرية، مثل القمر، الولد، ولد، القمر، قمر، وهكذا، مثل البيت، بيت، الأرض. واللام يكون ساكن. لماذا أتى ألف قبل اللام؟ الكلام عن اللام، أليس كذلك؟ What's going on يا أخي؟ Let me study. خلاص يا شيخ، اتركونا يا شيخ. لام الآن كلام عن اللام. طيب لماذا وضعنا ألف قبل اللام؟ لأن اللام عليه سكون، والعرب لا يبدأون بالسكون، بالساكن لا يبدأون. البيت، البيت، القمر، عليه سكون، فوضعوا ألف همزة موصولة حتى يبدأون بالمتحرك ولا يبدأون بالساكن، لأن العرب لا يبدأون، لا يوجد هناك كلمة تبدأ بالسكون، لا في الكتاب ولا في السنة ولا باللغة العربية. يبدأون بماذا؟ بالمتحرك. أنت معايا ولا علي؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ استغفر الله، كان أول مرة يسمعون هذه المعلومة. Now that we talk about the what? About the لام القمرية، لام or لام ال لام ال، the لام has a سكون، لك البيت، القمر، الأرض. طيب this is a سكون and they put it before سكون ألف. ألف they put it. So why they put ألف? Because Arab doesn't start with what? With the ساكن. With the سكون doesn't. You will not find word in Book of Allah or Sunnah Nabi sallallahu alayhi wa sallam or in Arabic book. You will not find with the سكون start. Begin with the سكون. Has to be ضمة or كسرة or فتحة. متحرك this is the correct. متحرك move. ضمة أو فتحة أو كسرة، أما الساكن لا تجد. فلذلك وضعوا ماذا؟ ألف هذا، فحتى يكون يحركها، الأرض، البيت، وهكذا. هذا درس الماضي أخذناه. والكريم مثلا الودود، شوف سكنة، الودود، الكريم، البيت، سكن اللام حتى لو تشوفها عليه سكون، ما تجد حركة على اللام. Even if you watch it, you will not see any حركة on top lam. We're talking about lam, al. There is سكون on it. Like a, what do you call it? Like a small dal. Can you watch it? Can you watch please? شوفوا. Watch, watch. Don't watch me. شوف, شوف الكتاب. شفتم؟ Did you see it? What is ضمة or فتحة؟ No, it's like دال. دال، small دال. طيب. الحمد لله. اثنين لو فاهم يكفي. مش لازم كلكم تفهمون. مو شرط.
أحد يموت على ثنين يموت على العلم أفضل من يموتون كلهم على الجهل. طيب الثاني اليوم نأخذ الإدغام، يعني لام الإدغام، وهي أو يسموها شمسية، لام الشمسية، تكتب ولا تنطق. اللام تكتب ولا تنطق، مثل إيش؟ الشمس كتبت ال صح لكن ما تستطيع تنطقها. السيارة تكتب السيارة خطأ، فإذا تكتب ولا تنطق. And now second one we are taking is the كوت لام الشمسية. You write it but what the lamb but you don't pronounce. لك الشمس، السيارة، الثواب، الصادق، لا هذا قمرية، الصادق، الرحمن، الذكر، وهكذا. ذكر هنا كثير. قال فإذا وقعت اللام قبل هذه الأحرف وجب إدغامها. أي أحرف ذكر هنا في الجزري إمام الجزري ذكر، قال ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي. يعني الثاني الأولى إيش قال؟ قال للام الحالان قبل الأحرف، يعني حالان فيه، أولاهما إظهار فلتعرفي، أولهما إظهار ذكرنا صح ولا لا؟ هو مثل القمر، لام القمرية، قبل أربع ما عشرة فخذ علمه، يعني 14 والحروف 18. ثم ذكر إيش؟ من أبغي حجك وخف عقيمه. ثانيهما يعني الحالة الثانية، انتهينا من الحالة الأولى إضغام. الحالة الثانية قال ثانيهما إضغامها في أربع وعشرة وعشرة أيضا ورمزها فعي، يعني افهم، فعي يعني افهم. 14 أخرى، في 14 إيش إظهار، 14 إيش إضغام. استوكن أبودا الإمام الجزري he said the first one is we read the talk إظهار ولاهما إظهار فلتعرفه. There's two type, two stage or first one إظهار we read قمرية or we call it. And then he said من أبغي حجك وخف عقيمه. Each word or each letter from this letter أبغي حجك ألف باء غين حاء جيم كاف خاء فاء عين قاف ياء ميم هاء. These letters they call that إظهار. After lam is come, one of these letter if is come is gonna إظهار. That means you're gonna pronounce the lam. القمر، البيت، like this. The second one, he said ثانيهما إدغامها. Second one إدغام، أي إدخال يعني. إدغام we already took what is meaning. في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي، يعني 14 افهمه. Another 14 إدغام you have to understand. Which one 14? طيب ثم صل رحما تفز ضي ذا نعم. كل أول حروف طيب طا يعني، ثم ثا، ثم صاد، ثم راء، تاء، ضاد، ذال، نون. بعدين قال دع سوء ظن زور شريفا الكرم. أيضا هنا دال، سين، ضاد، زاي، شين، لام. إذا جاءت هذه الحروف أحد هذه الحروف بعد اللام تكتب ولا تنطق، يكون ماذا؟ حروف يعتبر شمسية. لذلك ثم قال واللام الأولى سميها قمرية. اللام الأولى الإظهار سميها يسموه ماذا؟ قمرية. The first one قمري they said. لك والشمس
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. هذا إيش اسمه نموذج أو مثال جيد يعني. This is good example. والشمس هذا اللام الشمسية. وضح والقمر إذا اللام الشمسية لام القمرية. فلام الشمسية تكتب ولا تنطق. لام القمرية تكتب وتنطق. لام الشمسية they write it but they will not pronounce. Like السيارة you see right away. الشمس right away. وأيضا لام الشمسية عليه شدة. لام الشمسية has شدة. After لام. Like seen or sheen whatever. قال والأول واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية. الأولى قمرية ثم يذكر اللام فعل سنتكلم إن شاء الله درس الماضي بإذن الله تعالى. نعم والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.